تمام، معايا اتصال تليفوني الاستاذ عمرو الشاهد مقدم برنامج مسرح الجريمه. اهلا بيك يا استاذ عمرو. اهلا اهلا يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب وعيد سعيد عليك وعلى الاسره الكريمه. كل سنه وسعادتك طيب، وكل سنه واسره الصحه والجمال طيبين، والساده المشاهدين طيبين، وجمهوريه مصر العربيه والامه العربيه كلها بالف صحه وسلامه. يا رب، اللهم امين. يا رب يكون عيد ان شاء الله باذن الله مبارك عليك وعلى اسرتك، تكون اكلت كحك وبسكوت بقى والحاجات الحلوه بتاعه العيد الفطر. الحمد لله الحمد لله. الواحد الحمد لله شوف عيد حلو وجميل الحمد لله، وكل الاجواء الحمد لله جميله، وربنا يا رب يديمها يا رب، الايام كلها تبقى خير وصحه وسعاده على كل الناس وعلى المصريين كلهم. يا رب، اللهم امين، ويكون مفيش مسرح جريب، يكون في مسرح تاني خالص. مسرح حياه. مسرح للحياه، مسرح بيضيف البهجه، وانه اذا كان حتى في جريمه تكون يعني نحاول قدر المستطاع نحد منها كمان. لا طبعا، احنا في الايام دي حقيقه بنتمنى للناس كل الخير، وربنا يبعد عنهم كل شر. الناس كلها في الايام دي خارجه من ايام جميله، احنا خارجين من ايام مباركه، شهر رمضان الكريم. طبعا طبعا، اجواء رمضان الجميله، يا رب ان شاء الله يبعد الشر عن كل الناس. والمسرح الجريمه احنا بنقدم فيه الجريمه للعظه، بنقدم العظه والنصيحه، العظه والموعظه ان الجريمه تقل في المجتمع. اكيد اكيد، انما احنا هدفنا كله ان احنا نحاول نقدم صوره مشرفه، ونحاول ان احنا نبعد بقدر الامكان اي فكره سلبيه عن اي حد مقدم او يعني بيحاول يروج نفسه او شيطانه انه يرتكب اي جريمه. نحاول ان المجتمع يتخلص من اي صوره سلبيه، لا اكثر ولا اقل، لكن احنا نتمنى الخير والسعاده لكل الناس. يا رب، اللهم امين، وينصرنا في قضيه سد النهضه، ويا رب ان شاء الله ينصر قيادتنا وينصر جيشنا، ونفرح كلنا باذن الله. امين. ونتمنى يا رب يصبر الشعب الفلسطيني اخواتنا الاشقاء في القصف وفي الايام الصعبه اللي بنمر بيها، يا رب تبقى الخير والسعاده يا عم على الامه العربيه كلها. يا رب، اللهم امين، نرجع كلمتنا واحده كلنا تحت قياده واحده باذن الله. يا رب، اللهم امين. استاذ عمرو، ما سيقدمه استاذ عمرو الشاهد في برنامج مسرح الجريمه الموسم القادم ان شاء الله؟ ان شاء الله كل جديد عن عالم الجريمه هنحللها مع بعض، وان شاء الله يكون معانا كوادر مهمه جدا، كوادر امنيه، كوادر طب نفسي، هيكون معانا باذن الله علماء من الازهر الشريف. كل ما هنقدر نقدم للناس صوره نموذجيه عن تحليل الجريمه وتحليل نفسيه الجاني، هنقدر باذن الله ان احنا نقدمه من خلال منصه الصحه والجمال باذنك يا رب. ان شاء الله تعالى. استاذ عمرو الشاهد مقدم برنامج مسرح الجريمه، انا بقدم لك كل التوفيق، يعني بتمنى لك كل التوفيق في برنامج مسرح الجريمه، واشوفك دايما على خير ان شاء الله تعالى على شاشه قناه صحه والجمال. شرف ليا يا فندم، شرف ليا. شكرا شكرا ليك، وكل سنه وحضرتك طيب وبالف خير ان شاء الله تعالى.